فزاعي سيف الإمارات هنا عاصفي بعنوان العاصفة إثارة ما بعدها إثارة عاصفة الذهب تنطلق في هذه اللحظة. الله 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 اشهد أيها الميدان اشهد أيها الميدان الذكي اشهد أنه عصر فزاع بالفعل في هذه اللحظة وهذه الإثارة إثارة ما بعدها. أمتار قليلة فصلت أيضا هذه اللحظة فصلت هذه الانطلاقة قدمت البداية الأولى قدمت إذن لحظات الاندفاع قدمت هذا احتشد الكل هنا في هذا المكان في هذا الميدان فرحين فرحين جميعا بهذا التفوق بهذه العاصفة التي هبت هنا بسيف الإمارات. بالفعل صبا أقوى المرشحات نالت ما أرادت وحققت العاصفة المنالة والرضا في هذا المساء. بالفعل هي عاصفة فزاع هي عاصفة حمدان هي عاصفة الإمارات القادمة بكل أشكالها وتميزها وانطلاقاتها. رشح بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم أيها الإخوة والأخوات مشاهدين الأعزاء في كل مكان أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير أسعد الله مساءكم بالناموس والفرح والبركات أسعد الله مساءكم بالرحمة والتهاني والسعادة وأحلى الأمسيات. أيها الإخوة فازت هجن العاصفة بسيف الإمارات أغلى السيوف وأقواها. فاز سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله مالك هجن العاصفة الشهيرة العملاقة الكبيرة. من خلال وجود صبا عزل سيدي صبا لهجن العاصفة للإنتاج تكريما لها على ما حققته كما عزل الكثير من الأسماء الأسطورية التي حملت هذا الشعار. رمز اعتزالها هو سيف الإمارات 2014. شكرا سيدي شكرا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي. انطلق بكل فخر واعتزاز سيف الإمارات الآخر للزمول سيف إماراتنا الحبيبة الغالية وطننا الحبيب لكي نرى منافسة أخرى لكنها من نوعية خاصة بالزمول فحول الإنتاج المستقبلية تاريخ السلالات تأسيس العزب والمرح وكل مكان هنا وهناك لكل أساطير وشعارات الهجن العربية الأصيلة. سيف الإمارات زائد مليون درهم للمركز الأول للزمول المفتوح 8 كيلومترات. دعوني أتغنى بهذه الأبيات حيث قال الشاعر طاب اللقا والجو طابي وغيم سما المرموم يا صاح وسجيت مع فكري وسرابي في ذكريات العام اللي راح. هذه السنة عقب الشبابي وشلون تعليقك يا سفاح أول مع ركض اهتنابي وترلك موال ونواح وفي باصنا عدة زهابي زفت عروس بليلة أفراح. هلا هلا حي الشبابي تصفيق مع تصفيق وصياح وتهون من شد العصابي وتمسي من القولون مرتاح. صح الله لسانك يا صديقنا يا زميلنا سعيد بن راشد العويسي. أيها الإخوة والأخوات مشاهدين الأعزاء انطلق هذا الشوط لنبدأ معركة وريث الشبابي. من هو وريث الشبابي هذا الموسم 2014 كما نحن نحيي الشبابي في مرغم في هذا اليوم أيضا. مقدمة الشوط شعار الرئاسة الكبير العملاق القدير يقود هذا الشوط يتجه إلى سيف الإمارات. سيف الإمارات والله لا أغلى من سيف الإمارات ولا أغلى من أمن وأمان الإمارات ولا أغلى من اتحاد الإمارات وهذا هو جائزة باسم الإمارات
فما أحبه على قلوبنا جميعا عربا خليجيين، كل الدنيا تحب الإمارات. يا سلام، هجن الرئاسة وها هو مشاهدينا منصف 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 منصف. أنصف يا منصف، أنصف يا منصف. يقود هذا الشوط وينتزع مقدمة هذا الشوط لهجن الرئاسة بشعارها الأحمر الخطير الكبير القدير. يا سلام، يقود في التضمير المميز السيد مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي الذي تألق مع شعار هجن الرئاسة في كل ميدان وفي كل زمان ومكان. المركز الثاني جاءت هجن العاصفة خاطفة سيف الإمارات للظلال المفتوح. يا سلام يا سلام يا سلام، رقم 11 على ضاري 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 وعلى صبا في سيف الإمارات. كان لنا التفاؤل بهذا الرقم ويبدو أن يكون لنا التفاؤل بهذا الرقم. صداري يقود المركز الثاني لهجن العاصفة الإمبراطورية الكبيرة القديرة الشهيرة، ويقود حمد بن راشد بن حمد بن غدير. ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث لنرى في المركز الثالث وبالصدفة حامل رقم 3 أرجنت، بطل من أبطال الخليج في بداياته وبداية بطولاته. أرجنت لهجن العاصمة يضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير. يأتي شعار الرئاسة العملاق من قبل معذور. يا معذور، لا تعذروني يا معذور، حركوا معذور. معذور لهجن الرئاسة مضمره السيد مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي. هذا المركز الرابع، بينما نرى المركز الخامس. يا سلام يا سلام، المركز الخامس مبعد لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عبيد بن شينان المري في التضمير. الله عمدة المضمرين من طول الغيبات جاب الغنايم. الله 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 الله، هذا شوط الزمول، شوط الزمول. تتحدث محميات الانتاج في هذا المساء عن أشهر الزمول وأقواها، عن أقواها في ميادين السباق، عن أغناها في الدعاية والإنجاز. هذا الشوط يحمل الكثير من ضيوف محميات الانتاج سواء في هذا الموسم أو في المواسم القادمة، خاصة خاصة. يا سلام يا سلام، مقدمة الشوط لا يزال منصف، منصف لا يزال، لا يزال منصف. مشاهدينا الأعزاء، منصفا للمقدمة، متحمسا لأن يخطف سيف الإمارات. نتجه نقارب من لوحة 3 كيلومتر تقريبا على خط النهاية، ويضمر منصب السيد مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي المركز الثاني لهجن العاصمة، ألا وهو ضاري 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 القادم بقوة بشعار العاصفة، يدافع عن هذا اللواء، يبحث عن تحقيق الرموز، يبحث عن مسائية حمدانية كما كانت صباحية هذا اليوم. الله يا سلام، الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير مقدما لضاري، ولي في المركز الثالث أرجنت. أرجنت، الكل كان شاهدا لبطولات هجن العاصمة في كل أسمائها وأساطيرها، لكن أرجنت سبق أن خطف كأس الخليج في معركة خليجية طاحنة طاحنة طاحنة. المركز الرابع، تأتي الرئاسة وهجنها، هجن الكبرياء، هجن النجوم، هجن اللآلئ، هجن الرموز. يا سلام، مع معذور اليوم. يا معذور ما عندك عذر، يا معذور حرك يا معذور. منو مضمر هذا؟ مبارك بن أحمد بن مايد، الله يخليك يا مبارك، ما في أعذار اليوم، لا عذر اليوم أبدا 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 بتاتا البتة، اليوم ما في عذر. خل الزمول تتصارع، خلها تتعارك على مقدمة هذا الشوط، ولكن منصف لا زال منصفا نفسه ومنصفا شعاره بمقدمة هذا الشوط 1600 متر على خط النهاية. ياهي ياهي، أثقل أثقل، 1600 في الميدان، في الميدان، في الشوط، في الشوط كله كله، ما في أثقل منها على الإطلاق هذه 1600. لا، وكل شوي يايتنا بعد لوحة 200 متر وعندك وميتين 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 لين خط النهاية ولين السيف. المركز الأول منصف لهجن الرئاسة سيدي هذا الموقف منذ بداية هذا الشوط،
حتى هذه اللحظات. ولكن هناك من يأتي. ضاري 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 يا ضاري ضاري يا ضاري ضاري على السبق يا ضاري. وهات لي لقطة على المركز الثالث اللي يندفع. مشاهدين الأعزاء معذور يأتي للمساندة. 1200 ياهي خطيرة ياهي. واللي في رصيده سيوف قادم، اللي حامل السيوف قادم. هجن الرئاسة معذور يا معذور الله. لكن عودة إلى مقدمة شوط الكيلومتر الأخير مع ضاري مع ضاري مع ضاري مع ضاري. مشاهدينا الكرام، ضاري ومنصف في معركة طاحنة على سيف الإمارات. هل سيف الإمارات هو على كل حال إماراتي شكله في هذه اللحظات؟ إماراتي وطني وطني وكلنا أخوان. لكن ضاري ضاري يا ضاري ضاري يا ضاري. حركه 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 ضاري. حركه فزاع حركه فزاع. سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد مكتوم. الله وريث الشباب يا اخواني. صديق جديد، مرحبا مرحبا يا صديقي يا ضاري يا ضاري. مرحبا يا صديقي في 2014. اشرد يا ضاري بالسيف، احذرك من هجن الرئاسة. اشرد بالسيف السيف السيف. هل يكون حمداني سيف الكنزمول المفتوح؟ والسيف حمداني حمداني حمداني. عطوا صفقة عطوا صفقة عطوا صفقة. فزاع فزاع فزاع. تهانينا ترشيح من حضيرك. ضاري ضاري ابو داود. الله العاصفة. السيف للعاصفة السيف للعاصفة السيف. 2014 لضاري. ضاري ضريت ووفيت وكفيت يا صديقي يا وريث الشبابي. تغنيت بالشبابي وسلالة الضبيان شكلت مكانها واخذ مكان الشبابي. سلام يا الشبابي في مرغم وسلام يا ضاري في المرموم. تهانينا مشاهدينا الاعزاء ايها الحفل الكريم على فوز ضاري بسيف الامارات للزمول المفتوح ولسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله مالك هجن العاصفة. تهانينا لأصحاب السمو الشيوخ عموما بهذا الإنجاز. تهانينا للجميع. تهانينا لكم مشاهدينا الأعزاء. تهانينا لكل من يغلي ويعشق شعار العاصفة العملاق، شعار سيدي سمو الشيخ حمدان. ضاري كفى ووفى كفى ووفى. ضاري 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 ضاري. أشهد أنك ضاري. وهذا هو الكلام، هذا هو الشغل العدل. سيف الإمارات سيفين متتاليين. سيل بن غراب يقدم التهاني. سالم بن حضيرم وسلالة جلمود بن طحنون. الله تهانينا تهانينا أيها الحفل الكريم، أيها الإخوة والأخوات مشاهدين الأعزاء عبر قناة دبي ريسنج في كل مكان. في هذه اللحظات في هذه اللحظات اللي نرى من خلالها لقطات الإعادة لضاري قاطع 8 كيلومترات لفترة زمنية مقدارها 12 دقيقة 37 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لإمبراطورية العاصفة، لمؤسسة العاصفة، لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، مثال الكرم والأخلاق. تهانينا يا أبو راشد، وتهانينا للواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. ونعم المضمر يا أبو حمدان ونعم التضمير. المركز الثاني معذور لهجن الرئاسة ومنصف لهجن الرئاسة. يصل بالثمانية كيلومترات بتوقيت زمني مقداره 12 دقيقة 41 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة العملاقة. ها هو منصف. وتهانينا للمضمرة مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي. أيضا تهانينا للمضمرة مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي ولهجن الرئاسة العملاقة على فوز معذور بالمركز الثالث. وحيث يقطع 8 كيلومترات مشاهدينا الأعزاء معذور بفترة زمنية مقدارها 12 دقيقة 51 ثانية 3 أجزاء من الثانية. هكذا أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء أصحاب السمو أصحاب المعالي شيوخ أيها أصحاب السعادة شيوخ حفلنا الكريم مشاهدينا عبر الهواء مباشرة. أكون في هذا الختام.